الكتالوج هذا يخدم مصالح تونس ولا يخدم مصالح أجنبية بالأساس، ما غير أمور تكنيك واللي جاي من برا ما هوش عدو إلى آخره. السؤال الأساسي اللي ماذا بيه إجابة واضحة، الشيء اللي قدمتوه يخدم بلادنا، يخدم السيادة بتاعنا، يخدم النمو بتاعنا، يخدم فلاحتنا ولا ضدها؟ هذا سؤال يلزم جواب واضح. هذه حاجة، هذه حاجة. الحاجة الثانية، في صورة ما إذا هذا ما يخدمش مصالح الدولة، باش نوليو عندنا سيادة في البذور ومعندناش سيادة في الفلاحة بصفة عامة، يعني المعركة بتاع السيادة مش تبدا محصورة على البذور، ولا راهو معركة السيادة معركة عامة؟ القوانين اللي تتكتب فيها البلاد هذه تمثل مصالح بلادنا ولا تمثل مصالح أجنبية؟ القوانين الأساسية تمثل مصالح شكون؟ وفما حاجة يعني ما عندها حتى علاقة بالبذور، أما عندها علاقة بحياتنا اليوم اللي هي صعيبة ياسر واللي تنجم تولي أصعب من هوني لبعض أشهر. ما نعرفش شكون جبد الحرب في الأوكران وكيفاش احنا نجيبو في الحقوق متاعنا من غيرها. ما ظهرليش فما حد قال اللي احنا عندنا الاكتفاء متاعنا في الحقوق، ما فما حتى اكتفاء في الحقوق. لو كان نخلطو ننجو من ناحية الحقوق 30-40-45% من حاجياتنا بونا بين، هذه عند الصبر. دونك نجيبوا شيء من برا، وتوا بالوضع اللي قاعد صاير في 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 اوكرانيا، معناتها الامور باش تزيد تصعب على خاطر السلعه باش تنقص والاسعار باش تطلع والبلاد قريب باركه من الناحيه الماليه. الاراضي الدوليه قاعده منجه اليوم قاعدين نستغلوا فيها بكيفيه جديه ولا قاعده مهمله؟ والفلاحه نتاعنا البطاله، اما خير يبداو البطاله يواصلوا في الفقر نتاعهم وفي الميزيريا نتاعهم ولا يخدموا على الاراضي هذه؟ معناتها الخطاب يعني الديسكور نتاع الناس اللي تخدم في المؤسسات واللي تتكلم كيفيه تقنيه راهي مشاكل كبيره، مشاكل كبيره. عندنا مئات الالاف من احسن الاراضي مسيبه مهمله وينغش فيها الفساد، وعندنا بطل فلاحه ما غير ارض، شباب ريفي معطل على العمل. ايه الى متى؟ معناتها انا غالبيه نتكلموا عن البذور من هوني لاخر الدنيا، لكن بجاه ربي زاد خطر العنوان بذور والسياده، والسياده الغذائيه. رانا ماشيين في اتجاه مجاعه في الاشهر الجايه. يلزم التوانسة تفيق على روحها، ولو كان التوانسة تعمل سمعتوش يا جماعة السياسة تحكي على الموضوع هذا، اللي في الحكم ساكتين واللي في المعارضة ينوحوا على الديمقراطية. والديمقراطية كما قلت انت راه الديمقراطية قبل كل شيء يلزم الناس نجم تعيش. ما زلنا بعد يسر الحكاية.